السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابع الكرام. سليمان الجندي من أشهر طفل في السينما المصرية لتجارة السيارات. هنعرف تفاصيل كتيرة جدا عن الطفل المعجزة سليمان الجندي وعن حياته الشخصية وكمان الفنية. كان سليمان الجندي أحد أشهر أطفال اللي ظهروا في السينما المصرية وظل يمارس مهنته ومهنة الفن حتى بلغ 22 عام، وتحول بعد كده إلى تجارة السيارات التي ظل يعمل بها حتى وفاته عام 1996. وكانت بدايته في مشاهد شيقة وأبرزها كان الطفل الغلباوي اللي كان السبب ده النقاد تنبأوا له بأن يكون له مستقبل باهر في مجاله في السينما المصرية. وكان أبرز أعماله اللي شارك فيها رصيف نمرة 5 والقسط حسن، وكان مع الفنان المصري الكبير فريد شوقي. ولأن سليمان الجندي كان بيمثل دور ابن فريد شوقي ببراعة، اعتقد الكثير أنه ابنه بالفعل. ورغم أن سليمان الجندي شارك في العديد من الأعمال الفنية اللي كان أبرزها شباب امرأة وموعد مع إبليس وأرض السلام، إلا غاب عن الوسط الفني لمدة 5 سنين، وبعدها قدم عمل فني واحد كان يحمل اسم جميلة. كان معاد بعدها ليشارك في فيلم العروسة، وده كان عام 1963، بينما كان فيلم النصف الآخر ده كان آخر أعماله السينمائية والذي ترك بعدها العمل الفني وكان عمره 22 عاما. وبعدها بدأ سليمان الجندي مشواره مع تجارة السيارات، وهي المهنة التي كان يعمل بها إخواته، وقام بافتتاح معرض سيارات بمحافظة الإسكندرية في مصر، وظل يعمل به حتى وفاته عام 1996. فقد قدمت السينما المصرية على مدار تاريخها عدة نجوم، منهم من نجح ومنهم من استمر وآخرون لم يحالفهم الحظ واتجهوا إلى أعمال أخرى، زي اللي حصل مع الفنان سليمان الجندي وتركه لمجال الفن والأضواء ورحيله عن السينما المصرية والفن المصري، وتركها ليعمل داخل التجارة، تجارة السيارات زي ما احنا ما قلنا، واتجه اتجاه اخوته. اما عن نشأته فهو من مواليد 24 اغسطس عام 1945، وكان من محافظة بني سويف، وكمان درس بمعهد السينما، وكان لديه 3 اشقاء جميعهم توفوا بألمانيا وهم بمرحلة الشباب. وكان أشهر أدواره كان فيلم سلطان وفيلم القسط حسن، وده كان في عام 1952 مع فريد شوقي وكمان الفنانة هدى سلطان، وكان في الوقت ده سنه 7 سنين، واعتقد الجمهور وقتها انه ابن فريد شوقي وهدى سلطان في الحقيقة، لمواكبة ظهوره معهم في أفلامهم بعد زواجهم بسنوات. رحم الله الفنان القدير سليمان الجندي.